انت ما كتشوف الحاله ديال عين الخاتم، راه ما فيهاش الماء. كان هاد السد بكري كيعمر بالماء، دابا راه خاوي، العين يابسه، ما بقى ما تشرب الكسيبه. مشاو الناس هربوا من هنا، بداو كيرحلوا بحالهم. يلا بقينا هنايا بشي خمسه ديار، باش بقينا هنايا كلهم هربوا، خرجوا البلاد. دابا ما صبنا ما نشربوا ما تشرب الكسيبه، ما صبنا حتى شي حاجه. الطريق ما كايناش، انتم كتشوفوا الطريق ما كانش اللي كيسقسي فيها، اللي مشى كيمشي فحالو. الناس اللي قاعدين ما عندنا لا لا السبيطار، ما عندنا حتى شي حاجه. الا كان شي واحد عيان ما كانش اللي غادي يهزو، والو ما كانش اللي غادي يديه للسبيطار ولا يجري به يقعد في دارو حتى يدير الله الخير. هذا الشيء ديال الله ما عندنا ما نديرو. انتم كتشوفوا بعينكم دابا الحاله كي دايره، العين ما كاينش، الماء يابس، كسيبه ما عندها ما تشرب، بنادم شاف حاله ما كاينش في البلاد، خاوي الناس هربوا في حالهم، طريق ما كايناش، لابيلانس ما كايناش، السبيطار ما كاينش، المدرسه يلا بقاو اربعه خاويه الاقسام خواو، ما بقاوش الدراري، مشاو الدراري، مشاو الناس هربوا بلادهم باش يقراو، بالاقسام راهم خاويين. كان يجي عندنا خمسه المعلمين، اربعه المعلمين، دابا بقى عندنا حتى شي واحد. هذا العام الفايت واحد المراه اللي جات لنا قرات، دابا عاود مشات بحالها. كيبقاو دابا بقاو ثلاثه الدراري ولا ما بقاوش، ما نعرف واش يكون ولا ما يكونوش، ولا عاود حتى والديهم غادي يحولوهم، غادي يحولو ذوك الدراري ما بقاوش في البلاد. قال لك غادي يدوا ولادهم يقراو. ايوا الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، انطربو سيدي ربي يعفو من هذا المرض ان شاء الله. نطلبوا سيدي ربي ان شاء الله يشوف الحاله ديال الجميع، ماشي غير ديالنا حنا، نقولوا غير حنا، الجميع كامل، المغرب ديالنا كلشي. الله ينصر سيدنا، الله يغيثنا بالمطر الرحمه، نطلبوا سيدي ربي الرحمه ان شاء الله، والله يرحم والديكم الى ما انتم تشوفوا الحاله ديالنا توصلوها للموضع باش كل واحد يشوف اش كاين في البلاد. ما سيدي شتي الحاله ديال هذا البراج، هذا البراج تبدا من السبعينات، كان مخدوم جاو شي نصارى لهنايا حشروهم مالين البلاد، الله يرحمهم كلشي دوك الناس اللي كاين ديك الساعه. نتغداو هنايا، ملي ناضوا لهنا بداو كيصوروا في هذا الشيء، قيدوا دوك هذا السدود باش غادي يكون هذا السد، ثلاثه السدود، واحد انتم ما شفتوه داك تحتاني، واحد الفوقاني كيعمر بالرمله. جا واحد قال لك غادي يخدم بها الطريق باش يديروا فيها التوفنه، جا لهنايا خدم، ما زيدش داك الشيء، ساعه داك الشيء اللي ضيع هنا قتل من داك الشيء اللي قتل، من داك الشيء اللي خسر قتل، من داك الشيء اللي صوب. دابا العين هذيك الفوقانيه يابسه، كاينه عين الفوق يابسه، ما بقى فيها ما نشربوا ولا تشرب الكسيبه. راكم شايفين تشوف هذه الحاله ديالنا ما فيها ما يتشاف، والبراج انت كتشوف بعينك ما فيه والو، ما بقاو القواس شدوه المقاولين ما داروا حتى شي حاجه. ايوا هادشي اللي كان دابا البلاد خوات، الناس هربوا بحالهم، مشاو المدارس خواو، ما كانش فيهم حتى شي واحد، الدراري ما كانش اللي غادي يقرا ولادو هنايا. ايوا هادشي اللي كاين دابا في هاد البلاد، ما كان شي، الله يدير الخير صلى على النبي. كانت هاد البلاصه عامره بالماء، حتى درنا فيها الحوت، كيمشي فيها الحوت، كتشوف هنا في هذا البرج دابا اللي عامر بالرمله كيمشي فيه الحوت. كيجيو لهنا الناس، جاو لهنا الناس حتى داو الحوت من هنايا من هذا البرج. نهار بدات نيتي كتعمر بالرمله، عامره نهار كملت بالرمله، صافي كلشي ضاع، ولات خاويه صافي، ولا ما كانش اللي غادي يوقف عليها، صافي بقات هنايا ما فيها ما يتخدم، صافي الناس هربوا بحالهم. مدارس خواو دابا هما البلاد، دابا هما كيرحلو مشاو بحالهم. يلا باقين هنا بخمسة الناس اللي بقينا هنايا، ما كاين الطريق، ما كاين السبيطار، ما كاين لابيلانس، ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين حتى دابا اللي تقاضاتلو لاكارت ديال الضو خصو يمشي حتى البولمان، اللي خصو اللي تقاضاتلو لاكارت ديال الضو يمشي حتى البولمان، إلا ما شا إلا ما جابش قبل غادي يدير الشمعة باش يضوي بها. إيوا الله ينصر سيدنا، الله يطفي هذا الغضب إن شاء الله، الله يرحمنا برحمته، الله يشافينا من عنده. هانتوما كتشوف دابا عامرة غير بالرملة، هانتا عامرة ما فيها ما يتشاف دابا، وما بكري هاذي كتعمر بالماء، كتشرب الكسيبة، وكيدوز الفلاحة،
يدوز الفلاحه يديروا الناس القصير الكسيبه، يديروا الناس الدرا، يديروا الناس اللي عجبهم، كان الماء موجود. دابا الله غالب، دابا ما عندهم ما يشربوا، ما عندهم ما يديروا. كنمشيو دابا شي 3 كيلومتر باش توصل الكسيبه ديالنا لواحد الجهه، جهه تام الجغيول، مسميه تام الجغيول. تما كتمشي الكسيبه كتشرب، وما هنا ما بقى ما تشرب الكسيبه هنايا، ما عندناش الماء. الشي ديال الماء اللي بقى صافي ما بقاش في ذات البرج، انت كتشوف فاش هذا الشي اللي بقى، الشي اللي ما تبقاش هنا حتى 400 لتر. كان هاد كيعمر هاد الرمله، وكتكون الحمله بزاف كثير الماء، وقطعناه من هنايا ولا لهاد الجرف. دا كيتاع الجرف في غير الصنصال، داكشي باش كيطيح باش يعطينا اتساع الماء مناش كنسقيو. دابا كنضرب الماء لهاد الجهه باش تخلي هاد الموضع باش يسقيو الناس منه، لان العين كان لهاد الجهه. دابا داك الماء ديال الحمله كيمشي لهاد الجهه، كيضرب لهاد الجهه، داكشي باش دا هاد الطرف جنبناه على العين باش ما يديناش العين باش نصيبو باش نشربو، لان كتكون الحمله كثيره. هاد الحمله دابا كتمشي حتى الميسور، هادي حتى مش الحمادي. هاد الحمله دابا هاد الماء كيمشي من هنا حتى الوجده، وكتجي واحد الحمله. واحد العام جات لهنا واحد الحمله داتني من هاد العين هذا 80 راس، يا الكسيبه اللي داتني انا براسي، انا براسي داتني 80 راس، 35 غير الكباش اللي مشاتني في هذا الواد هذا. ما هما القبيله راهم عارفين داك الشيء اللي كان، زعما ما كنقولوا شي حاجه اللي ما كايناش. هذا الواد اللي داني 80 راس، اللي داني هذا الواد، عند هذا الواد كان مجهد. هذا الموضع كيكون فيه الماء بزاف، ملي كيكون الرعاد وداك الشيء كتكون واحد الحمله كبيره. هذا شتي هذا الجرف دابا اشوف كي دار، كان غير شي حاجه قليله، دابا ولا الجرف كبير. وجنبناه على العين باش ما يدينا شي الموضع ديال باش كنسقيو، واللي الماء لهاد الجهه باش نصيبو حنا العين باش نشربو. إوا الله ينصر سيدنا. السلام عليكم. حنا كنتواجدوا في جامعه الترابيه عند الخاتم اللي تابعه للجامعه الترابيه ديال سرغينه. كنعانيو من مشاكل، منها ندره ديال الماء، وسبب ديال الماء راه خلانا نعيشوا في مشاكل اجتماعيه بزاف، منها الهجره القرويه، منها تربيه المواشي ما بقتش كتنجح لينا هنا. بالنسبه للهجره، لان ندره الماء حنا كنشوفوا متواجدين في واحد العين، هي ما كتخرج حتى 5 لتر في الدقيقه. عيني هاد الكميه ديال الماء ما كتصلح لينا لا حتى نشربوا حنا كانسان، فما بالك الكسيبه. وحنا منطقه كنعتمدوا على سقيه الاراضي ديال، لان الاراضي سقويه، ها الماء قليل. ها انتم التعفنات انتم كتشوفوهم، يعني الماء ما كيدورش، مستقني بزاف هنا، كيكون لنا هاد السموم هادو، لان هاد الشيء غيخرج لنا على الكسيبه ديالنا، ويخرج لنا على الناس اللي كتشرب. والتعفنات هادو كنطالبوا من السلطات حاليا دابا باش يوقفوا معنا، باش نشوفوا حنا هاد السلطات، كنتمنوا من السلطات المحليه ديالنا يضربوا لنا شويه واحد النظره لهنا للبلاد، باش يوفروا لنا غير الماء للمنطقه، باش الناس ما تكونش
تهرب من هذه المنطقه، لان الهجره القرويه حاليا كثيره، والماء هو انتم لا سورس هما ما بقاوش كيخرجوا الماء بسبب هذا البراج. هذا البراج دابا شاد لنا الترسبات تاع الرمله، الرمله حيد بدلات الاتجاه ديال الماء اللي كيجي عندنا لهنا، يعني معاناه في المنطقه. وهذا الشيء خصنا يلقاو لنا السلطات المحليه الحل، وهذا الشيء كنطالبوا الله يجازيهم بخير. وهذا الماء ضروري باش يشد لنا الحياه هنا، يشد لنا الكسيبه هنا، يشد لنا الناس ما تهجرش، الاراضي السقويه ديالنا تكون مزدهره. حاليا ما كاين حتى شي حاجه، ها لا سورس باينه ما فيها حتى شي حاجه، يعني المعاناه الله يهدي الجميع. وكنتمنوا السلطات ترد لنا البال. نزيد واحد المشكل اخر، هذه المنطقه هذه صراحه مهمشه من ناحيه ديال الطريق، هانتوما الماء ما كاينش، الضو حتى الضو اللي عطاونا راه ما فيش هذا، تتمه ديالنا لان كنا قبيله في العين، احنا بغينا نبينوا بان الساكنه اللي كانت هنا بسبب الماء اللي ما بقاش، هاد المنطقه انتم الناس المجموعه ديال الساكنه هجرات مشات صراحه، ما بقى فيها حتى واحد، راه عرفتي هنا على الاقل واحد 10 العائلات ولا 15 مشات، زدنا لهنا هماك العائلات لهيه كاينه كذلك، راه حتى هي خرجات لان ندره ديال الماء خلات لنا مشكل نخرجوا من هاد البلاد. وحنا كنا كنعيشوا هنا واحد الحياه اجتماعيه ديال عائليه اخويه، ولكن الماء خلانا نفرقوا، عائلات مشاو بعضياتهم، كل واحد فيهم شاد ولادو، وكاينين حتى منطقه الساكنه هنا حتى هي خرجت. يعني الاسباب ديال الماء راه خصنا نطلبوا السلطه باش تحل لنا هذا المشكل هذا، على الاقل الناس ما يخرجوش، لان ندره ديال الماء راه خرجت الكسيبه، لان هاد الناس هادو النشاط ديالهم الاجتماعي، النشاط اللي عندنا هو تربيه المواشي، الماشيه ما كتلقى ما تشرب، ما كتلقى ما باش تكون الفلاحه ديالنا صافي قويه ماتت. راه نوري واحد المنطقه اللي كانت تكون منطقه شاسعه ديال الفلاحه، ما بقاتش، لان ما بقينا ما نلقاو نعطيو الكسيبه، خصنا نخرجوا بحالنا، والماء مشكل، وبغينا السلطات باش تراعي لنا، الناس تحاول ترجع لبلادها باش تكون تعيش هنا، تكون حياه طبيعيه عاديه. الماء السبب، خصنا انا كندويو على الماء خص يكون عندنا شويه يحلوا لنا المشكل ديال الماء. وكاين المشكل ديال الطريق، الطريق ها هو شوف كيفاش داير في شي حاجه، واعر الطريق صعيبه هنا، خص يحلوها لنا حتى هي الطريق، يعني المواصلات ما كيوصلوش، اللي بغى يجي لهنا راه مشكله بسبب ندره ديال الماء، كتعطي واحد ظاهره ديال الهجره ديال هاد الناس. حتى المدارس ديالنا هما كاينين موجودين، ما كاينش اللي غيقرا، لان الناس خرجوا وداو وليداتهم للمناطق المجاوره على حساب يقراو ولادهم، ما بغاوش يخليهم في واحد يعني ما خصهمش يكون الهدر المدرسي، ولكن الهجره كنديروها وكتكلفهم بمشاكل ديال الكراء برا، مشاكل ديال المعيشه والغلاء ديال الظروف الطبيعيه، الظروف المعيشيه غاليه، وهنا باش يبقى في بلادو ويقري ولادو ما كاينش، لان مشكل راه المشكل ديال الماء دائما، حنا كندويو على المشكل ديال الماء، السبب هو فين خرج لنا المشكل ديال المدرسه، الهدر المدرسي، المعيشه ديال تربيه المواشي ما بقاتش، يعني الظروف صعيبه هنا في هذه المنطقه هذه. حنا كنطالبوا من السلطات دائما يحلوا معنا المشكل ديال الماء، وان شاء الله الحياه غترجع طبيعيه لهنا، والناس اللي خرجت تجي، وحنا كمتقاعدين حتى حنا بغينا نجيو نشوفوا بلادنا شويه مزدهره زوينه، علاش لا نجيبوا وليداتنا يعرفوا بلادهم ديال الاجداد ديالهم. ولكن للاسف هذا الشيء راه كيخلينا باش ما بقاش نجيو، ما بقاش نسولوا فيها، وكنطلبوا دائما السلطات تحل لنا المشكل، وهذا هو اللي كاين. شكرا بعدا على الاستضافه، ومرحبا بكم في عين الخاتم. هذه هي سميتو دوار عين الخاتم، كانت تضرب به متى سميتو من زمان، دابا ما كاينش لا ماء
لا سميتو لا الطريق لا حتى شي حاجه. ها انتم تشوفوا العين كي داير، تشوفوا الساقيه كي دايره. حنا براسنا سميتو هاجرنا سميتو من هنا، كنا ب 12. هذه هي الدار سميتو ديالنا، كنا سميتو ب 12، وكل واحد عنده سبعه ديال الدراري ولا ثمانيه، كلهم دابا هاجروا سميتو على الماء ما كاينش وعلى الكسيبه ما كاين ما تشرب. ها انت تشوف، ها انت شوف القصر كي داير، شوف شحال من دار هنا، حتى واحد كل شيء خوا بقاو سميتو هنا شي 10 الناس بالماء ما كاينش، ما يلقاوش سميتو الماء ما يشربوا. راه الجماعه جابت الماء هذه عامين مازال ما توصلش، راه في ذاك الكدياره، هذاك الكدياره فاش تنشوفوا راه مازال هذاك الكدياره، راه الجماعه جابت الماء هذه عامين ومازال سميتو فوق ذاك الكدياره مازال الناس ما توصلوش سميتو الماء اللي يشربوا. عاد سميتو نشوفوا الكسيبه، الكسيبه راه كل واحد عنده سميتو من 200 حتى 300 ما كاين ما تشرب. راه تنمشيو حتى للنجيل ولا نمشيو لواحد البلاصه الفوق تيقولوا خفير تنعمروا السيتيرنا باش يشرب سميتو نشربوا الماشيه ديالنا. هذا عيب وعار، وسيدنا تيؤكد على هذا الشيء ديال الماء، والله ينصر سيدنا. ولكن المسؤولين ما كاينش اللي غادي سميتو اللي غادي يسقسي فينا، مسؤولين حتى واحد سميتو ما غادي اللي يسقسي الناس، ما كاينش اللي يهضر. الناس خواو، الناس خواو سميتو عين الخاتمه. انت تشوف ها المزرعه، ها هي كانوا واحد العام تنديروا هذه، واحد العام تنديروا هذه، ها هي دابا رجعت غير سميتو غير لهذه الجهه. ها انت تشوف المزرعه دابا سميتو، ها جوج مويجنات، ها وحده لهي، ها وحده لهي، دابا تنديروا غير هذه المزرعه وغير شي شويه غير الناس غير الخضوريه. ها المزرعه ها هي الكسيبه فين كاين، ها هي شتي الكسيبه كلها هذه مزرعه. الماء دابا ما كاينش، كل شيء سميتو مشى، الناس كل سميتو هاجروا بالماء ما كاينش. ها الديور سميتو ديال الناس، دور ديال الناس ها هما شتيها انت تشوف، ها هما هذاك الشاطو سميتو هذاك البير اللي درنا حفرناه مش حال هادي وحار، راه دابا غير تيغسلوا به الحوايج وما الناس راه ما يلقاو ما يشربوا. هاد الشاطو عندك تشوف هاد الشاطو تقول الناس تيشربوا منه، راه ما تيشربوش منه غير تيغسلوا الحوايج. هاد الشاطو هذا راه الماء من اللي هي راه حار، راه ما تيشربوش الناس منه، تيغسلوا غير سميتو غير الحوايج. احنا قلنا الجماعه تجيب لنا الماء هذه عامين، راه مازال ما وصلوش القوات سميتو لعين الخاتمه. هذا عيب وعار، حشومه على هاد 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 الدوله هذه وحشومه على الجماعه. هاد الشيء راه عيب عيب، والله ينصر سيدنا. وسيدنا تيقول خصكم سميتو تشوفوا العالم القروي، ها انت عالم القروي، ها انت تشوف، ها هي تشوف بعينك، ها هو كل شيء سميتو راه تشوف بعينك. عالم القروي انت تشوف، تشوف عين الخاتم هي تيضرب بها مثل زمان، راه من السلطه، راه من الناس كبار، راه من دابا خواو الناس، كل شيء سميتو مشى. انا براسي راني ما ساكنش انا، هاد الدار ديالي، ها الدار ديالي فيها كدا 20 كدا 20 بيت، كل شيء مشى. راه خوتي شي في الرباط شي في الدار البيضاء كل شيء خوا، ما كانش ما يديروا. انت تنجيب الكتيبه ديالي تنمشي نجيل تنجيب سميتو بسيتيرنا. هاد الولد الصغير هو قال لك با نمشي معك، ها هو قال لك اجي ولدي، قال لك با نمشي معك نشوف الدار. قلت له وديهاش من الدار تشوف، شنو داش من الدار، راه ما كاين والو، انت كل شيء سميتو مخرب. قال لك انا نرجع ندير مشروع، اش مشروع يدير هنا؟ اش من مشروع اللي غادي يدير هنا؟ اش مشروع يدير هنا؟ ها هو اقسم بالله انا قال لك با نمشي معاك للبلاد باش نشوف الدار ديالنا القديمه ندير مشروع. قلت له ودي راه ما كاين ما تشوف، راه غادخل سميتو للدار تخاف، راه رجعت سميتو ما اش نقول لك، رجعت لك كفو صافي. شنو؟ هذا هو سميتو حال عين الخاتم، والناس ديال العايت معاهم تيتصنتوا. إذا كنت بتقولوا له داك الشيء ما كاينش، طريق ما كاينش. السلام عليكم، كنرحب بالاذاعه ديال فاس نيوز اللي دارت واحد الالتفاته على هاد الدوار، دوار عين الخاتم المنكوب المهمش الفقير اللي حتى واحد ما كيسول فيه. انا بالنسبه ليا كما كتشوفوا حاليا الا شفتوا الحجم ديال الساكنه هنايا وشفتوا الحجم ديال هاد المزرعه، يعني هاد البناء اللي كاين هنايا المزرعه ديالهم فيها جوج كتار. واش بالله واش ماشي عيب بان الناس
اللي المسؤولين ما يلتفتوش لهذا الدوار المركوب، لان ما كاينش الحاجات الضروريه ولا الاساسيه للعيش هنا في هذه البلاد هذه، والناس هاجروا والشباب هاجرت رغم انه السياسه ديال الدوله كتحارب الهجره القرويه، وكيقولوا بان خصنا يعني سميتو نعتنيو بالعالم القروي من اجل يعني نحدوا من سميتو من الهجره القرويه. انتم كما شفتوا الا جيتوا مع ديك الطريق اللي ديال نجيل عند الخاتم كتشوفوها ان بيست اللي تهدرت فيها الاموال ديال الدوله، كانت غادي تصاوب غادي تكون معباده، ودابا حاليا خصها الصيانه مور الصيانه، يعني المسؤولين كيهضروا الفلوس ديال الدوله، يعني غادي تكون دابا ديك الطريق مشات عاود غادي نديروا لها صيانه مره ثانيه، وديك المزبله اللي كاينه تما كتحارب الماشيه رغم ان الدوله كتستثمر اموال طائله باش غادي سميتو باش غتنمي القطيع، الا انه الجامعه ديال النجيل حاولت يعني تقضي على الماشيه ديالنا. وبالنسبه للطريق كاين طريق ثانويه اللي داروها الناس على جنب الطريق اللي هي رئيسيه اللي كانت مزيانه، ودابا حاليا ما بقاتش كتوصل لهنايا. كنناشدوا المسؤولين والبرلمانيين ديالنا اللي نساو هاد البلاد هادي، البرلمانيين ديالنا راه ما كاينينش، كيعرفونا غير من وقت لوقت ملي كيجيو يزوقوا باش الاوراق يعني يديو الاصوات من هنا. اما من مور داك الشيء يعني الدوار ديال عيد الخاتم في زمان كان، ولهذا المهم كنناشد المسؤولين وكنتوجه للسيد العامس عامي صاحب الجلاله وممثل المجلس الاقليمي يديروا واحد الالتفاته لهذا الدوار هذا، يحاولوا ما امكن يقادوا لنا الطريق. بالنسبه للماء ديال سميتو ديال الشريب راه ما كاينش، بالنسبه للكسيبه راه ما عندها ما غتشرب هنا في هذه البلاد هذه. كنتمنى انهم يديروا واحد الالتفاته لهذا الدوار. اما بالنسبه للمشاريع التنمويه راه ما كايناش، ما كاين حتى شي حاجه اللي ممكن تشد الانسان هنايا. بالنسبه للدار ديالي انا هي الدار ديالي هاجرتها مكره، لان علاش راه ما كاين ما يدار هنا، لا حول ولا قوه الا بالله، لان ما كاين ما يدار. وبالنسبه للكسيبه شوفوا انتم كيف كتشوفوا الكسيبه، ها هي دي شتي الكسيبه، الناس كلهم رحلوا. علاش؟ لان الكسيبه ما لقات ما تشرف هذه المنطقه هذه، رغم انه كاين اكثر هنايا من 1500 راس. فهمتي؟ مؤطره من طرف الجمعيه الوطنيه لتربيه المواشي زياده على الناس اللي ما داخلينش في الجمعيه، ولهذا كنناشدوا من المسؤولين يديروا واحد الاطلاله على هذه المنطقه هذه من اجل مراجعه هذا الشيء اللي كاين هنايا فهمتي في هذه المنطقه هذه. بالنسبه للكسيبه كما كتشوف راه ما لقات ما تشرب، هي طالعه مع الواد، يمكن غادي يقدر هذه يدير لها بار ترونش واحد خمسه اللي يقدروا يشربوا. واش هذا ماشي عيب ماشي عار؟ زعما انه الدوله كتحافظ على الاخر القاطع ديال الماشيه. وبالنسبه للمسؤولين ما مسوقينش، الناس ديال البرلمانيين ديالنا كنتمنى انهم يحاولوا ما امكن يلتفتوا لهذه المنطقه هذه، لان ما يبقاوش يعني حتى الوقيته ديال الانتخابات ويجيونا، هذا الشيء اللي كنعرفوا فيهم. بالنسبه للريزو في هذه البلاد هذه راه ما كاينش، فهمتي؟ يعني الناس الا بغاو يتواصلوا ولا عندهم شي امور اللي هي ضروريه مثلا في التطبيب ولا بحال هكا، خصو يطلع واحد 3 كيلومتر باش غادي يتكلم مع شي واحد اللي ممكن يجيب له شي طوموبيل باش غادي يمشي للسبيطار ولا. يعني بالنسبه لنا الحاجات الضروريه راه ما متوفرش في هذه البلاد هذه، وكنتمناو انه يلتفتوا لينا باش غادي يعني الريزو يتقاد، الماء، الطريق، وشكرا.